السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم في الحقيقة باش نحكي على الصيام وشهر رمضان، على خاطر فما برشا من الإخوة اللادينيين قالوا لي نعطيهم فكرة كيف ظهر شهر رمضان في الإسلام، وهل كان الناس قبل الإسلام يصومون، وهل هناك من كان يصوم شهر رمضان، وما هو شهر رمضان قبل الإسلام. يحبوا يعرفوا هل الإسلام هو تنزيل من عند الله، وإلا عادة كانت معروفة واخذها محمد كي ناخذ ياسر حاجات. احنا نعرفوا وقلنا قداش من مرة اللي محمد ما جاب حتى حاجة جديدة، فما حاجات موجودة في عصره أيد بعضها ورفض بعضها وتم تحوير بعضها وجعلها في شكل دين. الإسلام عمره ما كان دين، بل هو عادات وتقاليد عربية أخذت صبغة مقدسة من أجل أنه يكون العرب عندهم دين. هذه فكرة العامة. إذا نحاولوا احنا باش نعرفوا شنو الصيام وشنو شهر رمضان اللي موجود في الإسلام. قبل ما نبدأ نحكي في الموضوع هذا، حبيت نوجه دعوة لكل الإخوة اللادينيين باش يزورونا على البلتوك. هناك في شهر رمضان سوف نحيي سهرات إلحادية لادينية على البلتوك، وسوف أضع لكم العنوان أسفل الفيديو لكي تزورونا ونقوم بسهريات رمضانية، نتعرف من قرب على بعضنا من جهة، ونزيد نعرف هذا الإسلام اللي قضى علينا وجعلنا أكثر الشعوب تخلف في العالم. حتى المسلمين ينجموا يجيوا باش يعرفوا أكثر دين ربهم. إذن الدعوة مفتوحة للجميع. به تو نتكلموا على رمضان. قبل ما نتكلموا على شهر رمضان أو شهر الصيام، لازمنا ناخذ فكرة على الجزيرة العربية أولا. احنا نعرفوا ان قبل في التاريخ كان مركز الثقل متاع الجزيرة العربية هي اليمن، ولكن بداية من القرن الرابع والخامس الميلادي تحول هذا الثقل إلى ما يسمى منطقة الحجاز، وخاصة منطقة مكة، حيث أصبحت تلك المنطقة جدا مهمة، وهي مركز الثقل، وهي مركز توجه كل القبائل بسبب ما يسمى موسم الحج والكعبة، اللي كانت مكان مفتوح على كل الديانات وكل المعتقدات، يعني كانت رمز للحرية الفكرية والعقائدية والدينية. ومن هنا تم يعني خلق أجواء اقتصادية وتجارية، وأصبحت المنطقة الحجاز وخاصة منطقة الحجاز وخاصة مكة مركز الجزيرة العربية، ونظموا تجارة في الصيف وتجارة في الشتاء، تجارة نحو اليمن والحبشة، وتجارة نحو الشام والشمال، وكانوا يشترون البضاعة من أهل الشمال ويبيعونها لأهل الجنوب، ويشترون البضاعة من أهل الجنوب ويبيعونها لأهل الشمال، فهم أصبحوا واسطة وعبارة على سمسارة. في ذلك الوقت، في هذا الازدهار في القرن الرابع والخامس الميلادي، دعت الضرورة أن العرب يوحدوا التقويم بتاعهم. قبل كانوا العرب كل واحد عنده تقويم، كان كل واحد يستعمل أسلوب التقويم، فما اللي يستعمل الشمسي، فما اللي يستعمل القمري، فما اللي يستعمل أسماء يختلف على الأسماء معناتها القبائل الأخرى. كل قبيلة وكل جهة عندها تقويم بتاعها خاص بها، وكانوا العرب في الحقيقة غير مهتمين بهذه الأمور،
وكانوا يعتمدوا الأحداث، مثلا كانوا يعرفوا الأشياء، مثلا يقول لك بناء الكعبة أو الحرب الفلانية أو الهجوم الفلاني أو موت فلان أو الكارثة الفلانية، يعني كانت هذه الأحداث هي اللي تحدد تواريخهم. ولكن مع ازدهار منطقة الحجاز وخاصة منطقة مكة، دعت الضرورة أن العرب الكل يجتمعوا ويحدوا تقويم ليهم يجمعهم الكل، خاصة من أجل الحج والعبادات وخاصة من أجل التجارة. وهنا العرب في ذلك الوقت تقريبا 420 ميلادي وضعوا ما يسمى بالتقويم القمري المعروف حاليا بالأسماء نتاع الأشهر بتاعه من محرم إلى ذو القعدة وذو الحجة. يعني هذم الأسماء اللي احنا نعرفوها توا كلها اللي نستعملوا فيها توا، راهو تقويم ما جاش به الإسلام، راهو تقويم موجود قبل الإسلام بزوز قرون، منهم شهر رمضان. ولكن هذا التقويم كان يقوم بعملية زيادة شهر كل 3 سنوات. لماذا؟ لكي يوافق الشهر القمري مع الشهر الشمسي. احنا نعرفوا اللي تقريبا كل عام الشهر القمري يوخر تقريبا 11 يوم. اذا العرب قبل الاسلام من اجل هذا التوافق من بين الشهر القمري والشهر الشمسي كانوا يزيدوا شهر كل 3 سنوات. وهذه المسألة حرمها محمد كليا، تعرفوا في خطبة الوداع عندما قال والآن دار الزمان، ونزلت الآية القرآنية اللي بعد تقول وإن عدد الشهور عند الله 12 شهرا، ومنع كليا زيادة هذا الشهر كل 3 سنوات من أجل موافقة ما يسمى الشهر التقويم القمري مع التقويم الشمسي. هذه المسألة حرمها محمد رغم اللي كانت موجودة قبل الإسلام. هذه مسألة واضحة. احنا اللي حاشتنا في الأشهر هذه حاشتنا في شهر رمضان، هو اللي يهمنا. ياسر عبيد تقرأ أنت مثلا على النت ولا في أي حاجة يقول لك رمضان يرمز إلى الصيف، لأن الرمضاء، لأن الحرارة. وهذه في الحقيقة كذبة كبيرة، لأننا نعرف إلا الأشهر هذه هي أشهر تتغير. يعني هو الشهر رمضان الشهر التاسع يمكن أن يأتي في الربيع، يمكن أن يأتي في الخريف، يمكن أن يأتي في الصيف، يمكن أن يأتي في الشتاء. إذا رمز أن رمضان يرمز إلى الصيف هي فكرة خاطئة. في الحقيقة رمضان يرمز إلى شيء آخر، يرمز إلى حرق الذنوب، إلى حرارة العطش. لو نرجع قبل الإسلام نلقاو أن شهر رمضان كان مقدس عند العرب وعند كثير من الناس، وخاصة عند عبد المطلب اللي هو جد محمد اللي كان يعتكف شهر كامل في غار حراء في هذا الشهر. ومحمد ما جابش حتى شيء جديد، حتى هو قبل ما ينزل عليه بين قوسين الوحي كان يعتكف في غار حراء مدة هذا الشهر. وكثير من الشخصيات في الجاهلية كانت تعتبر هذا الشهر مقدس، وكانوا خاصة الحنفيين يعتبرون هذا الشهر مقدس ويعتبروه من عادات ومن ديانة إبراهيم. إذا تقديس هذا الشهر لم يأتي به محمد ولم يأتي به الإسلام. هذه مسألة واضحة وبينة. من هجرة محمد من مكة إلى المدينة، فهذا التقويم ظهر متأخر تقريبا 17 سنة بعد الهجرة، وتم فرضه من طرف عمر بن الخطاب، وقال إن التقويم الإسلامي سوف يكون تقويم قمري انطلاقا من الهجرة. وعندما نرجع نلقاو إن الشيعة لا يعتمدون هذا التقويم لأنه يعتبرونه تقويم عمري. إذن التقويم اللي معروف توا هو تقويم قام به عمر بن الخطاب في السنة 17 تقريبا للهجرة. السؤال اللي توا باش نطرحوه، كيفاش بدا الصوم؟ احنا نعرفوا اللي كل الشعائر الإسلامية بدأت في المدينة إلا الصلاة.
التي بدأت في مكة، وقتها محمد اطلع على البراق للسماء السابعة حسب الأسطورة الإسلامية، وقتها فرضت الصلاة. أما باقي كل الأحكام كانت في المدينة. محمد حبر مسافر من مكة للمدينة، وتدخل المدينة لقى اليهود صايمين. يا أخي اسألهم، قال معلش صايمين يا أخي، هما كذبوا عليش. قالوا له احنا صايمين على خاطر هذا النهار هو اللي ربهم نجى فيه موسى نبيهم من فرعون وأغرق فرعون. وهما في الحقيقة علاش كذبوا عليه؟ يحبوا يشوفوه نبي ولا مش نبي. لكن هو كيربهيم صدقهم وقال للمسلمين انتوما اولى بموسى من اليهود. يعني ما فهمتش، يعني هذا معناتها تدخل في شؤون الاخرين بطريقه غريبه. قال لهم انتوما اولى، اذا صوموا هذا اليوم. ومن هنا بدات فكره الصيام. نعرف احنا اليهود يصوموا نهار في العام، هو ما يسمى الكيبور وهو يوم الغفران. هما وقت قالوا له على حكاية غرق فرعون هما كذبوا عليه. هما في الحقيقة هذاك اليوم هو يوم الغفران اللي وقت هما قطعوا البحر ودخلوا لسيناء، وإلههم طلب منهم باش يدخلوا فلسطين. لكن وقتها قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل، طبعا حسب الرواية الإسلامية، إن ها هنا قاعدون. يا أخي ربهم عذبهم وخلاهم 40 سنة تايهين في سيناء، من بعد سامحهم وجعلوا هذا اليوم هو يوم الغفران وهو الكيبور. المهم هم يصوموا نهار في العام، لكن المسلمين كالعادة يقولوا لا، راهو اليهود إلههم أعطاهم باش يصوموا 30 يوم، لكن هما زوروا الكتاب متاعهم وردوه نهار واحد. نجيو نشوفوا مثلا المسيح زاد نفس الشيء. المسيح عندهم يصوموا 40 يوم، المسلمين زاد جايبين قصة قال لك حتى هما كانوا يصوموا 30 يوم، لكن كان الصيام يجيهم في الصيف، يا اخي مشاو حطوه في الشتاء وزادوا 10 ايام كفاره على خاطر ما همش يصوموا فيه بالصيف. شعلينا في الروايات بتاع المسلمين. اذا المسلمين بداوا في اول ما بداوا هو صيام كما اليهود. كان صيام اليهود 24 ساعه، يعني تبدا من الليل وتعاود ترجع حتى من غدوه الليل. اذا المسلمين بداوا هكاكا، بداوا بعاشوراء. ومحمد بالطبع حب يبدل شويه على اليهود، قال لهم صوموا 3 ايام في الشهر. ومن هنا معناتها نزلت هذه الآية اللي موجودة في القرآن وتقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ساعة هذه الآية اعتراف صريح من القرآن ومن محمد أن الصيام ليس إبداع ولا تنزيل من عند الله، وإنما كان موجود عند الأمم الأخرى ومحمد مقام كان باش يتبع. يعني هنا اعتراف واضح. شي يقول أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني هوني في بداية الدعوة الإسلامية كانوا المسلمين يصوموا عاشوراء ويصوموا 3 أيام في الشهر، وكانوا مخيرين يا أما يصوموا يا أما يدفعوا مبلغ من المال، يعني كانت لهم الخيار. ولكن الصيام نتاعهم كان كيما اليهود، يعني 24 ساعة، اللي يخلي من الصعب أن تصوم 3 أيام متتالية. لأن فما قصة وقعت أن أحد الأشخاص جاء من الخدمة يعني تعبان ورقد وما نجمش يعني يفطر ياكل، من غدوة كمل الصيام نتاعو يا أخي أغمي عليه. من هنا معناتها أصبح من الصعب جدا. هذاك علاش الصيام في الأول الإسلام كان الإنسان مخير ليس مجبور. ولكن بعد سنتين تقريبا نزلت آية أخرى نسخت هذا الصيام اللي هو الصيام يشبه لليهود اللي هو عاشوراء، وأصبح عاشوراء يوم مستحب، وثلاثة أيام في الشهر أصبحت ما عادش موجودة. ونزلت الآية هذه بعد سنتين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الآية اللي هي آية 185 من سورة البقرة نلقاوها بعد آية 184 من سورة البقرة. في الحقيقة آية 183 و 184 من سورة البقرة نزلت أول ما محمد دخل المدينة، عندما كان الصيام عاشوراء وكان 3 أيام من الشهر وكان 24 ساعة. بينما الآية 185 اللي حطها عثمان هوني وراء الآية 184
هي آية نزلت بعد تقريبا عامين، ونسخت الآية التي قبلها، وأصبح هنا شهر رمضان يصام كله، وتبدل ما عادش 24 ساعة، وإنما أصبح من الشروق إلى الغروب، يعني تقريبا من قبل الشروق إلى الغروب كما هو توا معروف. هذا التحوير الثاني في رمضان، يعني في الصيام. في الأول كان عاشوراء وثلاثة أيام، من بعد تنحى وهذا ولات عاشوراء مستحبة، وتبدلوا الأيام المعدودات بشهر رمضان كله، وأصبح ما قبل الشروق إلى الغروب كما هو معروف اليوم. ولكن ما كانش الناس عندهم الحق يرقدوا مع نساهم في الليل، هذاك علاش نزلت آية أخرى باش تزيد تقول لهم تنجموا ترقدوا مع نساكم في الليل، يعني يولي الصيام على الأكل والشرب وعلى النكاح حتى للمغرب، من بعد عندهم الحق يأكلوا ويشربوا ويمارسوا الجنس إلى الصباح. يعني هذه الثلاثة مراحل اللي تم فيها فرض الصيام. ومن بعد بالطبع بدأت تتألف في الروايات حول أنه تحبس الشياطين وغيرها من القصص والخرافات، وأنه يوم الغفران، وأنه يوم كذا، وأنه شهر عظيم، وأنه شهر مبارك، و1400 سنة، وكل مرة يزيدون حاجة حتى ردوه هذا الشهر يعلو ولا يعلى عليه. هنا حبيت نسأل سؤال آخر، هل كان غير المسلمين من يصومون كالمسلمين؟ هذا سؤال مهم. لو نرجع للمصادر الإسلامية نلقاو إن الصبايين تاع حران اللي كانوا في وقت محمد كانوا يصومون مثل ما يصوم المسلمين، يعني كانوا يصوموا من الشروق للغروب، وكانوا يصوموا من ظهور هلال الشهر إلى ظهور هلال الشهر القادم، وكان بعد لا يفطروا يسميوا ذلك اليوم هو عيد الفطر. ترجعوا للمصادر، النجم كانت تحب نحط لكم في الاخر بعض المصادر اللي تتاكد هذه المساله، ان الصبائيين بتاع حران كانوا يصومون كيما المسلمين بالضبط، يعني محمد يمكن يكون خذا من عندهم هذا الصيام، ولكن زاد يمكن يكون خذا من سلمان الفارسي اللي كان يعرف الديانه المانيه. تعرفوا الماني معناتها هذا احد الانبياء يدعي انه نبي، جاء وهو أيضا فرض الصيام على أتباعه بنفس الطريقة من شروق الشمس إلى غروب الشمس، يعني بنفس الطريقة الذي فرضها محمد. يعني هوني محمد يا أما خذاه من عند سلمان الفارسي يا أما خذاه من الصبايين بتاع حران. إذا هوني الإسلام ما جاب حد شيء جديد، ورمضان اللي توا احنا نعرفوه باسم رمضان هو موجود قبل الإسلام، ومحمد بدل فيه وحط فيه بعض القواعد وجعله شهر مقدس، وما هو في الحقيقة إلا عادة كانت موجودة قبل الإسلام وهو أخذها وجعلها في الإسلام. نظن هوني الفكرة واضحة. هنا حبيت نبين حاجة اللي معناتها الجهل متاع طريقة الصيام عند المسلمين، جهل كبير ياسر، هو إن نعرفوا احنا اللي رمضان مش في كل بلاصه كيف كيف، خاطر محمد وقت جاء كان يصخايب العالم اجمع كيما مكه والمدينه، وهذا مش صحيح، لان فما مناطق فيهم 6 اشهر ليل، وفما مناطق 6 اشهر نهار، وفما مناطق مثلا في شمال اوروبا مثلا في فنلندا العباد كي يجيهم رمضان في الصيف لازمهم يصوموا 22 ساعه، وفما مناطق كي يجيهم رمضان في الشتاء يصوموا كان ساعتين. اذا تقويم رمضان على حسب طلوع الشمس وغروب الشمس هي دلالة على أن الذي وضع هذا القانون لا يعرف ويجهل بأن الأرض تدور حول الشمس، وأن طلوع الشمس وغروبها يختلف من منطقة لمنطقة ويختلف من فصل لفصل، وهذا أكبر دليل على أن الإسلام ليس من عند إله، وإنما هو نتيجة البيئة متاعه. هذه مسألة. مسألة أخرى حبيت نذكرها الأخوة باش يعرفوها، احنا نعرفوا اللي محمد صام رمضان 9 رمضانات صام، أول رمضان صامه هو في السنة الثانية للهجرة، وقت نرجعوا للتقويم نلقاه أن أول رمضان صامه محمد صامه في شهر ثاني، يعني في شهر فيفري، في شهر فيفري اللي كان
من المفروض، فهمت؟ يعني تقريبا اخر الشتاء، فهمت؟ يعني اخر الشتاء صام محمد رمضان في اخر الشتاء، وعندما نشوفه اخر رمضان صام محمد هو في شهر 12، اي في شهر ديسمبر. اذا نشوفه اللي محمد التسع سنوات اللي وقعوا في فصل الشتاء. محمد كان جا عاش وشاف رمضان في الصيف، اكيد راهو بدلو وراهو نزل ايه اخرى باش ينسخ بعض الحاجات، مثلا باش يسمح شربان الماء، على خاطر الخطر الكبير في الصيام هو الامتناع عن الماء خاصة في المناطق الحارة، واحنا نعرف قديش هذا يسبب مشاكل والمستشفيات تعج بالأشخاص الذين يصابون بأزمات بسبب هذا الشهر. غير ما نتكلموش على النرفزة وعلى الغش وعلى الحشيشة كما نقول واحنا في تونس متاع شهر رمضان. إذا هذا هو رمضان اللي فرضه محمد البدوي منذ 1400 سنة من جزيرة العرب، وجاي يحب يفرضه على العالم أجمع. نظن الفكرة واضحة، راهو هذا رمضان ما يسبب لنا كان المشاكل وما يحل حتى مشكلة، على خاطر كل الأشياء اللي ما تتباعش عام كامل يخرجوها في رمضان، خاطر العباد تشري وهي جيعانة ومغمضة عينيها. قداش من الحم فاسد عداوه، قداش من سلعة فاسدة حداوها في شهر رمضان، والتضخم اللي يوقع في البلدان الإسلامية في شهر رمضان لا يتصوره عقل، فهمت؟ يعني هو من المفروض أنه شهر العباد لازم تحس بالفقراء، في الحقيقة هذا الشهر العباد كانت مخمخ وتاكل وترقد. نظن اللي الفكرة واضحة، وأشكر جميع الإخوة اللادينيين، وأعيد وأكرر أن يزورونا على البلتوك لكي يشاركون في السهرات الرمضانية، وأدعو أيضا المسلمين لكي يأتون ويشاركوننا في البلتوب. ومع السلامة، ومع فيديو قادم، وبسلام.